قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهمين اثنين من عناصر حركة بلاك بلوك بالإعدام شنقا، كما عاقبت ثمانية متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة متهمة حضوريا بالحبس سنة مع الشغل، وذلك في اتهام بإلقاء النار عمدا على سيارة شرطة بشارع محمد محمود في مايو 2013، ما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط. حكمت المحكمة أولا حضوريا بمعاقبة منيرة محمد عبد الرحمن محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ثانيا غيابيا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من فريد رأفت علي محمود وشهرته فطوطة، مرتضى محمد يوسف حامد وشهرته سمارة بالإعدام، ثالثا وغيابيا بمعاقبة كل من محمد حسين أحمد عوض، أحمد علاء الدين عبد الرحمن محمد مصطفى ناجي وشهرته أحمد السويسي، سحر محمد سعد عبد الوهاب، أحمد إسماعيل إبراهيم عبدو، عمرو علاء عبدو محمد أحمد، أحمد محمود السيد محمود خفاجي، أحمد حسن عزب بيوم الفولي، أيمن فرج بدوي عبد الجواد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. رابعاً مصادرة المضبوطات على ذمة القضية. خامساً إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. رفعت الجلسة.